الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتابنا الفقه المنهجي سيبا وحين كجرني إجاردي يكردي وعلى علماته شيئا مشغايد كرد الله قدقيا وإليتي معلومة للعاقدين لبدا قف وحكرا كريسانا يا وين يسلقهين هدي إجرادة أي مشقايات دا جاهل لغاية هاي والله بدا قفاني قرانا ممتكو دانو قرانا نكرادة سماع صحيصو هدو على ومن الجهالة في الأجرة كجاهل لغشدة أجرادة وحك هم دا أن توجع على جزءا من المأجوري شيء قفق الله صو كريسي وكشقين يقيم هم دا إلا غيره يحصله كل من يعمل الأجير كلا سكر يستش غديس كما إذا استأجره هو بيسق أو سكر يستين ليذبح شاة النيف أريا إنه جورع ويسلخها دبتر وهرج يكسيبه بجلدها أيضا مش غايد ورطها يحرق أو جزء منها أما قيب كمدا ما بنروى للجهالة جهالة اللي جسوا جيها بثخن الجلد هرق قرديسا أو قدر الجزء أما جزء جني أنت يهي وكذلك هو علم إذا استأجره مركو كريسو ليطحن له قدرا معينا من القمح إنه أشيده أردغ قيب قمضيئة بجزء قيبنا وكشيدا مما كيكا يخرج من دقيقة صباحي دقيقة صباحي سقيب كمدا كربوعه أو خمسه أفرمده ماشي أما شرمده ماشي وللجهالة بقدر الدقيق دقيقة أي قدر كذا لقد شاهل يهيم ولأن الأجير ينتفع هنا بعمله عمل كيسي أيوكو انتفاعيا فيكون عاملا لنفسه من وجه ونقول يا نبدي سمد الشقين يا فلا يستحق الأجرة أجرة على عمله مضان مايو وقد روى طارق بني روح ورنا يا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحديدي عن قفيس الطحاني وفقا وحشيدا يا قفيس يسي أما قران كيسي لسينا يا وقد فسر وحا لقوفا سري بأن تجعل أجرة الطحن إن أجرة يا مشقايات دا الشديد اللقاديقو قفيسا مطحونا قفيس ووح وحلق ميساء ومدحون الله الرزق يوم مما استوجد لطحنه كم ذا كي لو سو كريستي شديد ديسا القفيس مكيال كان معروفا وح وحلق ميس جري قالان وحلق ميس جري حل قال يقاني وي فلو استأجر وهادو كريسو بجزء من الحنطة قيب قمضي ذا كم ذا اللي يطحن باقيها سوينتي ذا هذا يشيدو صحوان صحيا والانتفاء المعنى الذي منع لأجله وحماشا كبحي معنيه درادي لودي دي وهو الجهالة إيا وكور الأجيري عامل للنفس نفدي سميدو شقينيين ويهين وعيدا ذين علماتو وعاكم إذا مررك أجرادة إيا مشغايات ده لقد جاهل يهين أنسحين وعاكم إذا إن مشغايات ده لقد ديقوه قيب كم إذا وحن قفق الله صوكي رئيسيه وكشقين يشقدي سكو صباحيا تصالحان قبض صوكي رئيسته إسلاما بيبديهين وحن لذا نفقا يقل حرق يقصار مش غيدة دون وحرقا مش غيدة دون وحرقا أما وحن لذا هاي يعني قيب كمدا يا ما قيب هرقي كمدا اما قيب مركانه افين كمدا ادقريسو ايان مركا ان مشاهد كا دغيا وحي ليه جهاله ايا كسغن او دي هرد قردا ولكان دون هرغري انو مد خفيف نكون دونو انو مد ادق نكون دونو لبا غريو جزء يا قيب تال لله هي وا لو سين دونا انت اي نقون دونتو لما قرنايو اما اي لا كان دو تام ميزانيو مركا نقريو لما قرنايو مركا جهاله كسغن
كذلك قبة ولا كريسر أيام وعلى الله يوحقيا قوادي ضعير رذق دقيقة كسر بحدا أيام القيب لي هذا صدق مرادو مل بعد لي أفر مرادو مل شن مرادو مل بعد لي هذا هيبل لي يهين ثارة ده دقيقة كسر بحدا أنت إياهم توقف قيارن دونا أيام اللوجين دقيقة كسر بحدا أنت أنت نقد دونتو كدي بنا ربع هذا ما خبص كده أنت نقد دونا هاد اللوجين هذا يسقب سبع كي من أيام بدا لباد وحق الله كسوغان مرخا لينا هذا قمدنا عاد الشيدة اياد اذوغنا وحكوية لنا يسا قفقري دي عمل كيسي ايو مرخا كوين دفاع ايو دينا نفدي سيبو كشقين ايا اللي وحن وحكو لي ايهي وحنو كشقين ايو وحا وضي لنا ايا اساقي ايعيد كاري سيجي قف قلا وذا يلا ليا إذا قف نفدي سو شقيني يبو نقرية ده قف جرا شقدي سا والنفدي سو شقيني يبو شقايات كوا قاتو سيجي ويسو شقيني يا خا شقدا ده دوجو يسو قبر يسو مشقايات كوا قادن ميسد هذه قرالهم إن شاء الله تعالى وحير كوارك دون يدو ففاسن باب الشركة مركع يدو حسكو در الصدان هنتي عيسكو در الصدان إقرار خود أي شقين أيام علماء ويدي ذا المشاهرين وقاتك شقين أيام لأنه وحاول يراها اللي قدي وحكم يا دقاف يعني وحول لا يهيبك شقين أيام وحول يسق وحكل لا يهيبك شقين أيام ولا نرك دونا وحيلها كلا أي مرك علماء يكون علينا ما يتلوام دونا وحكلا وأيضنا حديث قصار رد على قدني ورين أيوه نبي صلى الله عليه وسلم الدينه وحلي قفيز الطحان طحان هو كان شيد إياه قفيز قروا وحوا على قوم يسجني برجاه رد قلان أكلاء أما دجلة أكلاء إلى لحية 20 كيلوغرام أي مركا كت المهم وحوي نمركا وعلى قوم يسيبوها أيوه الدين قفيز الطحان مركا وحوي يقفجي وحشيد يقول جردي سي قفيز أما ويل خوا على قوم يسمجي لقد يقو oo uga soo baxay waxa loo kireysay inuu marka shiido laakin masala ay ogol yihiin ba jirto waxa yiraadeen haduu marka horeba ku kireysa qayb xindada iyo qabadida kamida niki gadbadr haashinaba haystay hal qabadi a taala wuxuu leeyahay in uu 2 kilo iyo qabadida kamida igu shiidinta soo hadhay de 2 kilo waa la miisay qof qalqa soo dhiganaya ujeedadii si mushaqadii si barka way cadaw waa 2 kilo intii kalana deeqof gibu shiidaya taas ayadu way sax xisaabaan la leeyahay oo macnihi loo diiday daraadi oo jahaladan ah iyo qofgu wuxuu leeyahay iyo wax cid kale walaa inuu ka shaqeynayo labadooda meesha way ka baxeen mar hadii isaga xoqliyo la ridqin wixii si loo saaro leey mushaqadadii waa taa wiyadkhulu fi hada almanac min babi awla من أنت يديد ماذا وحسو قليا وأينا كما مضمبا من باب أولى كما سي مضمبا كواهي سوء شيئين أن يعطى إن لسي من يقوم كالله مريا بحساد الزرع زرع قوين ديسا بنفسه يقوين يو بواسط الآلات ألوين كي ألوين يقوين جزء من المحصول قيب كم من وحا كسو حسنا كسو قايبرت كالعشر أو نحوه أجرة على الحساد قوين تأيضا مشاهد لغا ديئيو وحكا الله سوكرا يا إيانا يعطى جبات الأموال إلا سيكوا صور يحولا للجمعيات ونحوها جمعيات خيرية جزء رغير مما يجبونه قيب كم يوحي صور ريانا من الأموال حولها كاثنين في المئة لما أكرا بغلق ونحو ذلك إيو أن يعطى إلا سيو سماسرة الدوري دلالين تا دارها ونحوها أيضا هي دارها للك هي قواردة وحي لمدة جزءا قيب لسيو بنسبة معينة أو نسبة إيو بسنت يشكوانا أو من قيمة ما يبيعون وحي يبيان قيمه سكاء هذه كثنين في المئة والله بقول كيبا أو ثلاثة ما صدحوا كريم فهذه الأنواع الثلاثة من الإجارة غير صحيحة نوعية صدح ذاه إجارة ذاه وماذا ننسحين لأن الأجرة فيها مجهولة أجرة ذي جاهل بان لقيهم وينبغي وحنها بون أن يعلمين لأقادوا
أن أخذ هذه الأموال بهذه الطريقة حولها قاد الشهد وضعها لقوقاتا كسب خبيث غير مشروع كسب حول شرعي هم ميتهاي يؤخذ عليه كسر لوقبا ولو عقاب من يأخذه كقادا ومن يعده يكسين يبا فليحذر الذين يخالفون شرع الله تعالى إلى شرعي سكود خلافا يهدك تونادان ولا سيما سيبا جبات الجمعيات جبات أموال الجمعيات جمعيات كيهيات كخيرية سيبا كوا حراء صورية الذين قاسوا كثيرا انت بدل ما تكون الأموال أي نغط حراء التي تاسو يجبونها أي صورنا يرحق للفقراء والمساكين حق فقراء ذي مساكين تلوغوا تلقرين فيأكلون جزءا منها يعني ظلما وزورا وهم يحسبون أيها أمر أنهم يحسنون سمعا إليه حقاتين أيان فليحذر هؤلاء سخط الله تعالى وعقابه إلهي على ذي عقاب في سكواس يكدك تونادان وحي الله العلماء وحسوك لي من عمتا يديد مذن لدي ذي أجرد مجهولة أي وحلوك لك رئيسه كو إن قفل قوله الشيء بيرتا إنو قويو وعكو قوين يا نفهان دي سوكو قوين يا دي ساق عن تولتي أما آلات يا قلب وتابوه قوين يا وحل لي وحي كسو بحماشا كسو قاد غير كل هذا بقول كيبا طوان أياد قادر إيسا مش غايد كون نقول إيسا بقول كيبا طوان كاس إيتا نقول إيسا حد الله مقر ريو إلا يحيو رب ذلك كسو بحانا واحد إين وحير كسو بحانا واحد إكرام هلو طماعي با إيمان أيو أما يعني ده قوت با إيمان أيو هدي وحي كوية رادان وردا سعشان ماشي كودع تشري أما يعني إيتا سوشتان ويسعال بوحنا وحنا سورة قال إيس خمس با إيمان أيا أما ببرك وحي فربطان تيو دي دي يكي كاري وحق الله قمي ذا بيلايين إلا سيادات كان جمعيات يوحصا أوريا هذا يقول أنكم ما يستعماله جمعيات كان هذي أولا خيري قاهي ميلها مساجد إيه سوبر ماركت ديه ذا إيه بايد داد ينطع يودير صدان وميلها يساقو أمركا لعكتك سا أوريا دادكا كوانا إن لا إله هذا وحا أكينتان سا أوريسان با ماري والبلايدين يجي يايو نسبة الله إذا كسرنا يا بقول كيف الله أم بقول كيف صدح يا الله إذا كسر يا وحلم يدي لا لذا أما دول أما جوريا أما جواري إلا إذا نسبة معينة وحى يبسان قيمه يساء يا الله إذا سينا يا يوه شيء صار له قال الله يا بقول كيف الله بقول كيف صدح ده أنت إنه قال إذا شيء قريب كيسوه حكوك عدانا الله ما قرر يوم إنه ماله سجاد دانا أي وحى يران دانا وديتنا الوالدة سعشان كوردينا مو حنانو وحنانو قادرين أما ده انتو قيمة سرق وبحو مرك الله يسكنه بتاعي بقول الله ده كون نقطة هنا هل كان يسكب سبا كي مرية وحي وحد او امك اللي يسلوقي هاي مرك كبحينا يا كقادرين يابا وين نقطة يولغو حول قراء وحي الله العلماء انو عياشان صدح ده ايجار ده ومنها صحيحين لأنه وجدية مش غايات ديبا لقى جاهل يهيم وحنا حبون بينين لوغادو قفك طريقة دا كو شقيسان يا كو قادر يا كسب كيسو كسب حنا شرع هيرين ويهين او قفك قادر يا دي ودن بكم مضر يا لغو عقابي كبحين يا رو إسان لغو عقابي يو بركا كو إلهي شرع يا إلهي خلاف ويا هيسك إلاليا سيبا دا كو وحلية جمعيات كخير يا حولا وصورنين يا او دي حولا وحلو سيرين يا فقرية مساكين waxaa laga yaabaa de wixii ma inay markaa ayagu mushaayadoodii ay noqoto oo ay maray qayb wixii mafqarad iyo masaajid lagu leeyo dulman wasuuran ay markaa de ku cunaan ayaga de way in la kireysaayo jamciyadan iyo cid ay markaa mushaayadooda siisa waxan markaa de loo soo uriyay dadka masaakiin daahira de masaakiinteedii u gaara markaa waxay cunayaan qayb kamid ah xoolo cunaya dulman wasuura ayagoo waliba isle waxba hagaajinaysa raacidaha caladiisa ciqaabkiisa aga digtoorada shariicadan waxay arimaha soo dhan ay ino faraysaa waxa weeye bini'aadmiga inuu xad kale yeesho inaanu isqabsannin kii hadda uu tumarkaa deysi wax gudub sameeyara de wax cad oo lagu qabto in la helo imiga waxyaalo fara badan oo kirada waxyaalaha imika inoogu badanee adduunka runtii de maanta uu isku wada furmay hadda imika jira waxa kamida siiba dadkan imika tawnka oo kale dee dhulka ku leh nin markaa meel yar boos yar ama goof yar magaalada kulaba loo imanayaayo
wuxuu leeyahay meeshan iga kale 10 sanadood laba saddex dabaqna waa ka dhisaya kelana waa ku siinaya oo bishiina waxa ku siinaya 2000 waan aan dhisaya laba toban sano ay igaga madan dhismaan adiga leh wax badan ay ka dhacdo ina soo galay waxay leeyeen imika labada kure bil walba la bixinayay dhismaha waxa lagu dhisayo oo dhami waa ujradii mushaahadii wax lagu kala kireysanayay mana cadda intay tahay gurigan intuu ku dhismi doonaa macada gurigan intuu ku dhismi doonaa macada ee mushaahada uu noqonaysa loo kireediisa marka wax cad baa la rabaa bini'aadmiga inuu ku heshiyo taasoo kale dee waxa markuu qof wax ka dhisayo dhulkaas oo kale al-ijaar al-muntahi bitamliik waxa la yiraahdo ijaarada ku dhamaata milkiga oo dee laba cabdi oo kala soocan la galayo ama macaqdu hibo oo dee hadhowta markaa la galayo mooyaane qaabka noocan ahi waxa way qaaban badan isku qabsi badanna waa uu ka yimaadaa aqsaamul ijaar wa shuruuduha ijaaradu intay u qaybsantay iyo shuruud ay leedahay al-ijaaratu qismaan shuruudii kala duwan laba qaybood ijaaratu cayn wa ijaaratu dhimma ijaara cayn iyo ijaara dhimmo ijaara shay cayn ah oo muayyan la kala kireysanayo iyo ijaaro shay aan la cayimin la kala kireysanayo laakiin dumad cid saaran marka ijaaratu cayn iyo ijaaratu dhimma la yiraahdo واحد في إجارة العين إجارة العين إجارة العين هي الإجارة الواردة وإجارة كسر رئيسة على منفعة متعلقة بعين معينة منفعة هي الإف أي كسر رئيسة لحن بعين لعيمي كما لو قال وبيسود أجرتك هذه الدار أيان هاكرين أو السيارة الفلانية أما قالي هذا أيان هاكرين لسيارة معينة كان معينه يعرفه المتعاقدان إلا ماذا نقف في متعاقدها يسلق قرنين أو أن يستأجر شخصا معينا إنه كريسا لعمل ما إنه كريس عمل أو ليخيد لو هذا الثوب مرضى إنه طره وعلينا دم إجارة العين وحوية وإجارة يكرة كؤر وريسا منفعة يدف منفعة يدف داسو كتعلق دا أما اللحري دا شيء عينه معينة شيء عين أو مغضى أو العيمي وكل ليلة مثلا وعلي دارتنا أيان كاكري وإجارة العين لما بدري كلام ركعة أما وعلي وحن كاكري قاريا أيان كاكري لنقروس الكاد سيارة معينة أما قاريا يجي لنقروس الكاد كاكري وإسلق قرن أيان أما الشخص بو كريسان يوحو لي هبل وانكو كريسي أدوك وحا إي قبو ما أنت قرية إرنجي حلقا إيدس أما وحو لي مرادا أدوك إيطل وإيجارة عين قف قاسي كو أي 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 كو أي من تاي مرحا ميت كلام صادري كرو هدي للي أديك ميت كلام صادري كرو هدي اللي قولا قف قا أدوك كحج انت دو حوالي كلاها دميت كلام مدي بكرتين وإجارة عين اثنين وإجارة ذمة إجارة ذمة هي الإجارة وإجارة الواردة على منفعة كوارو ليس منفعة متعلقة بذمة ضمتك تعلق ذا منفعة كو تعلق ذمة كأن يستأجر وينو كريسو ليوصله بسيارة موصوفة في ذمته إلى مكان معين سيارة يقاري لا تلمامين كو قارسي أو ذمديسة ميل معينة أو يؤجر أمين كاكرة أيو سيارة موصوفة قاري لا تلمام في ذمتها مدة معينة مدة العينة وكأن يلزم المستأجر وين المؤجر كل لازمية عاملا في ذمته كبناء أو خياطة لسئية تولديو أو نحو ذلك كاوحي لم يدفع يقبروا دوادنا يسوى أقبل أيام ومن هذا النوع حكمنا ما يحصل في هذه الأيام ما المهم وحسن من استجار وسائل النقل المختلفة كريسي وسائش مركة وحلقو قاضو إيه لقو صعودو إيه كرق ديسن كريسي قوذ فإن الإجارة تريد على منفعة موصوفة في ذمة منفعة موصوفة وذمة ذا
أيها لك كورو ريسا لا على منفعة متعلقة بعين معينة بيا وحيلين علم إجارة ذمة وإجاره أيضر كورو ريسا منفعة منفعة ذاسي لكن وحيكو تعلق دا عين هي شيء العيم قف قد مدي سي سارنتي شيء قاسي مثلا قف بوو حقيقي ريسا ريا هل كي إجارة العين إلى هيد قاري أنا كاك رئيسي قاري مو كاك رئيس رأي وكو قارسي يو ميل قاري بربركو جي قاري مركا بورمكو جي قاري أصول الله إسلا تلمان سرأي قاري لانقرو سر أما قاري وين أما قاري دحي وانا قف جي هذا مو عيمين أقب تالي قف جي دو مدي سي ساران تهيو ميل شا معيه مو غارسي إساق قوح لغربا قاري مركا يستفاد أي تلمان تاصله لكن مت معينا معها أما قارين لسيفيو اللي ما دي سابوا مدة معينة ككرين يا وهذه زمن يا عمل خبر كل هو قدر يبا وعليا قارين نوع عين نوع عصام ما له أمر بعيش ككرين يا وإجارة ذمة شيء معينا معها أما قفبة وعليا هي قفقة مستأجر كرين سر يا بقفقة وح كل زمن يا عمل في ذمتي يا إمي أقول له يني ونين وحدسا أيوه مريا وحوله واحد دوري ما شاين هذه الاستو واحد دوري مريا هاين هذه تش واحد دوري يقول جين ليه هذه هنشيسو تام عن هذا واحد ويا إلى عدي هنشل عدي يس عدي تور لهذه كمتو أذيع لفظ هذا ما مرك عمل كي يعني وحكو تعلق يقف جند مدي يسون يعني واحد دوري العيد قد وقف قال لي جس واحد شيو عدي كحجي سمر خاد عيد كسين وخر تايو وش هك صباح يسا بكا تاسني وإجارة ذمة وحكم إذا بين نوعا وحيلا هن مال مهن يمادة وصايش النقل يك على قد السنة الله راعه هذا يمد عرك مرتط هاي هذا يمد لك مرتط هاي هذا يمد بضة مرتط هاي أيجرا إجارة ده سيد وحي كدر ليساون منفعة عين موصوفه ذي ماذا صارا أكدر ليس منفعة قطع لغة عين معينة وحدي ما ليساد هل كاسو حبيس كدي أرد هذا ما ليسايو ده تغير دي أرد بعد قصة ليس لكن دي أرد هل كان تاجر واحد كريس ليس معين مثيرتو الواحد كرب تون دي أرد دي ماشي كقرصين لهين حبيس كني مكابح هذا ما ليس بساس كأو diyaadu wad goosay sabas wuu jareeyo gartay barbaro ku gaarsiiyo bad goosareysa dabeetana marka amki cali wadaa amki uurada amki farax wadeeyde mid uba ku imanaya waa inuu gaari uu deesi booyinkii tilmaamihi di hadaa gaari marka weynaad ka doonaysay oo tiinan wax yaro fitis yar ku keenin hadaa la garuusan ka kareysatay oo sa tilmaasateen waxa la rabaa sifadii tilmaami inuu leeyahay أي الله فوا لكن مد معين متجرو تروح على ذا إجارة ذم شروط إجارة العين مركز الشيء عين الله كراك رأس شروط إلا ذهاي ألي بأن تكون العين المؤجلة معينة عين الله كراك رأس سنة وين مد معينة هو تن لي ذاي تاي فلا يسوع يؤجر إحدى هاتين سيارتين لابد أن قاري مد كتب كاكري ما أنسعي كما مرة سينا صامرتي وعليه العلماء إجارة العين مركز شيء معين لك لكريسنا يا الشرد يقوح ويكو إن عينتاً لكرينا يا معينة تهيو للواتن وقارياً ما سعي صلى الله وضعاً بأمور متكود وارميضون بأن نقبل هذا فريباً دي ديها متكود بأن كاكري أكين العقد ما سعي صلى إثنين أن تكون العين المؤجرة حاضرة ومشاهدة من المتعددين عينتاً لكرينا يا وإن يتهي ميد شوكتا الله أركي من المتعاقدين عند عقد الإجارة عقد الإجارة ده مركز لقل أيوب ميد الأركي وإن يتهي فلو قال هدولا أجرتك داريبا كاكري أو سيارتي أو ثوبي دارتي دي قارية مرضي دي وهما غايبتان عن الدار دارتنا وكما قيهين وهما اللي غايبان وكما قيهين عن الدار دارتي متشوكان أو السيارة والثوب ليس في مجلس العقد سيارتك قاريك أيام مرض ومجلس عقدك بصورة لم تصح الإجارة إجارة ما صح يصو إلا إذا كان المتعاقدان إنيهين مويانة قد شهد العين المؤجرة
كوا أركي عين تالا كلا كريسان أيو قبل العبد عقد يكور بمدة مدة لا تتغير فيها غالبا أنت بدلا ليس بدلين أو فتصيح الإشارة إشارة سوار خاوية صحيصا وعقل الله ينعلم هذا الشرط قال بعد وإن عين تالا كلا كريسان أيو ميد ماشا تالا الله أركي أيو مركي عقد أيو هشيس كا إشارة دالا كلا قرانا أيو لقند أيو وإن الله أركي أيو هذول الدار تيدي بان كاكري دار تين اللي بتشوجان وعن كاكري يا قارية يا عم مرضى يدي قارية يا مرضى نمشن مية لان مس عقد يا مية لان إشارة سمع صحي صح هل مرون بيان صح ده وسدي يب خيو خلاه هذا إلا بدن قف إسلية قانين قارية المركورة أي هرو أركان عقد يا كور مدة أي أركان مدة أي أنت اسم دلي كرتماها إشارة سواء صحي صح يقول له ورقاري يسوع كرمي سبرك دوي ده وثي ها كيبان كهكري قاري ما بيسلك كرنا يا ده إنت ومركا أصلا أركان مدة ده كسو وريك مثلا ووي قا خلاه إنه يسبدل كوي ما تلاقي ما يابا ورقاري يسوع كرمي سب ها قري يجيبان كهكري بريجا إنه مارتي فري سناي ده مدة ده كسو وريك مدة يسبدل كرماها لكن طبعا سنك أراد إلى وني بقى سكاري لكن يوصل كم بريج وتي وهاجري تي إنه دقيقي إنه بلام بلاي إنه جيب يساب يا ورب وحيا فمدة يسكت بدلك خرا بركا كاشر دم أسرع جاهر ما خافين أيه وإن هذا الأركاب اللي ليه ثلاثة أن لا يؤجل أما أن لا يؤجل أو لا يؤجل وين اللي قم مدينين استيفاء المنفعة استيفاء ألا يؤجل استيفاء المنفعة منفعة وسشذة وين لقد بدين عن العقد عقد وين لقد بدين كان يؤجله وين فكر يداره أسر المقبلة دارت السنة كصوص على أو يؤجله نفسه وين نبدي سكر على أن يبدأ العمل إنه بلا بأول الشهر بش أول كذا أو يؤجله سيارته غدا برهين وقريز سكر يوم أو أن يؤجله داره سنة إنه كري أو شهرا اعتبارنا أيضا لقى اعتبارني من أول الشهر القادم بيش أساس عتبر وجيده وهكذا أساس وكرم إلا إذا كانت الإيجار للمستقبل إيجار هذا مستقبل كي هو حصوفة أساس عذر لك كرينا إياه لمن إلى يصغر تيمو إن هو يسوي مستأجر العين عين تي الشيء وبوكر يسيه وقت العبد عبد وقت يس لمدة الوكر يسيه تنتهي مدة سكرة ما ليس ببدء مدة الإيجارة الجديدة بلوغا إشارة عصب مدددة وفتسح الإشارة إشارة مركوية صحيصة والإتسال المدتين اللي بدي مداحل لسان مع اتحاد المستأجر كيك ريسانيا أيضا مليسيا فصار وحو النقضي مركا كما لو استأجر العين في المدتين في عقد واحد العقد كلا يسوكو كريستين وحكري الله العلماء وحا إشارة ما إشارة العين وحا شرد وقع إن مركا لك كريستبا كرادي أي بلاب ميسو أو انتفاع سيئا نفسك وقت دنباء آنو أهين مركا لك كريستبا وإن منفعة دي نفسك كرادي أي بلاب ميسو أو مبنانا منفعة أفسشده إذا إن عقدك لك دنبايسيو ومثلا لي إله هذا دار تايدي سنة خصوص عدان كاكري أما النفضة إذا أيان كاكري شقدر وحن بلابي بيش صوص عطا أما قارية يجوح يجري بري أما صادم به أما دارتي سند أما بالأوكرانيو كبلاب ما يبيش صوص عطا هي الذي دينها وإن قفقو مركا أوكرانيس عقد يا سرعة أيوب بلاب يسكر ذي وقرية لكن هل بدو بيكسر يبين وحيلا دين كرد المستقبل كاه وقت يا دم باهي هدي أيوب سوغنت هاي قفقة عين تبا حد أوكرانيس أنت هاي مدة أيه كريسان داي كودا ما نيسا بلا وجه مدة العصبي أي بلا ما يسي تنهر كودا ما نيسا إشارة سواء صح سامركا أي قف بو سنة كين قري يعني كريسان يهي قف جيبا وح كريسان يا سنة كدم ب لبيا توم برد بو كريسان يا لحد مرك ومرك لح برد مر يا وح لا يا سنة دم ب إيه كريو لحد برد مرك نماذج كبلا ما يا مركا مدة سنة كادم بي
waxa laga kireynaya uu kanay aynti iyo shay uu kireysan yahay xilliga aqdi ku dhacayo muddadan uu kireeyay muddadan uu kireysana waa muddo ku dhamaanaysa muddada kirada cusub ee dambe ay bilaabmayso lixdan bilood ee hore uu ku jiray markay ka dhamaato bay sanadkii dambe uu bilaabmaya marka waxa la ijaarada si weyn saxaysa laana labadiisii muddo ayaa xidhiidhsan muddadiisii hore iyo muddada dambe ayaa xidhiidhsan ciidan kireysateena waa isla mar kaliya waxay ka dhigan tahay uun isagoo labada sanaba hal mar kireysay labada sanaba isagoo hal mar kireysay oo kale ayuun bay la mid noqonaysaa halka markaa sanadkana deyn kale sama iyadoo muddadii ka dhamaan hadda wii kala kireystay laakiin gurigii oo lagu jira ama shaygii oo lagu jiraan hadda sii kiraynaya oon kiradiisa kaa sii qaadaya ma bannaana waa laga baxayaa ee imika kiradii iyo wixii baan wada gallo wax bannaan maaha yacnii ha la iska sii heshiiyo allayna waynu kala kiraysanaynaa marka qofkii markuu ka baxu bannaanaado ayuunba in la kireeya bannaantay laakiin isagoo lagu jiro xilligaasay ka dhammaanaysaaye iga sii kireyso imika lacagta isiisii wax bannaan maaha waxyaala badan baa runtii dee kirada iyo cuquuddeenna ka qaldan waayo waxaynaan samaynaynin waxaanaynu qabanaynaa inaan aqoon u yeelanaynin shuruudu ijaaratidima halka aynu ugu joogo wallahu aclam.